هيثم، معاكم انتهى مباراة الاهلي والجزيرة وفوز النادي الاهلي بجيم 1. معانا واحدة من نجمات اللقاءات النهاردة والتوب سكور كابتن رنيم الجداوي. رنيم، يعني الف مبروك الاداء النهاردة والفوز، والف مبروك الفوز في جيم 1، واعتقد اداء يعني اكثر من رائع سواء هجوما او دفاعا لكل لاعبات الفريق. الله يبارك في حضرتك. اولا الحمد لله كلنا اجتهدنا، كلنا نازلين الجيم مفيش اي استهتار، عايزين نكسب اول 3 جيمات وناخد الدوري باذن الله. نازلين بمنتهى الحماس وبمنتهى الجديه، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا يعني نحقق الفوز الاولاني. اللي جاي بقى شايفينه ازاي؟ لسه عندنا جيم 2 وجيم 3، واعتقد انكم عايزين تحسموا بدري ان شاء الله نتيجه 3-0. ان شاء الله احنا التارجت بتاعنا السنه دي ان احنا ما نخسرش اي مباراه، فباذن الله خلاص الجيم ده عدى باذن الله. من اول بكره هنركز وهنشوف ايه اخطائنا بتاعت النهارده، اكيد عملنا اخطاء وهنراجع عليها وهنتفرج على اخطائنا، وان شاء الله ننزل الجيم اللي جاي مستعدين باكمل وجه كان ما حصلش اي حاجه في النهارده، وباذن الله نحقق الفوز الثاني والثالث باذن الله. شكرا نيمو، التوفيق اللي جاي ان شاء الله. يلا يبارك فيك، شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع نجمه من نجمات فريقنا رنيم الجداوي عقب انتهاء المباراه بالفوز. يا رب دايما الاهلي النادي الاهلي في انتصارات وبطولات، وباذن الله موفقين في جيم 2 وجيم 3، وباذن الله يحسموا المباراه يعني مبكرا. كما كابتن هيثم اتفضل.